على بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، رحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب، وهنا كما تشاهدون على شاشة ابو ظبي الرياضية افضل توقيت زمني الشاهنية من هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري صوغة التي سجلت التوقيت الافضل 12 دقيقة 34 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. نتابع مجريات وتحديات هذا الشوط، الشوط التاسع الذي يحمل في كشوفاته الابكار، الثنايا، المحليات، الاصايل من مسافة 8 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي، حاملة لهذا الانطلاق. بداية مع المركز الاول مع الضبية التي تنطلق مع مقدمة الشوط، شعار هجن الرياسة، ويتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري مع مقدمة هذا الشوط على الانطلاق على المركز الأول، يبحث عن النقطة السابعة في هذه الفترة المسائية. بينما المركز الثاني ثاني التحديات، مشاهدينا متابعينا الكرام، من ينطلق في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي من يتسلل في هذه اللحظات. مشاهدينا التحديات وشعار هجن الرياسة، الموج الأحمر قادم يا الزعيم مع المركز الثاني والثالث. بينما المركز الرابع تابعه منحاف القادمة منحاف من هجن الرياسة، مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي، لتشكل ثلاثية خطرة مع المركز الثاني والثالث وأيضا المركز الرابع. وصل في هذه اللحظات وانطلق مشاهدينا متابعينا الكرام الصادق فضل الأمين من يقدم لنا، ولكن هنا سمحة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. أحمد بن خلفان المزروعي يتواجد مع المركز الخامس. أعود إلى مقدمة الشوط، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة والانطلاق النهائي إلى المنصة الرئيسية وإلى الناموس المميز. الشاهنية تسيطر، الشاهنية تنطلق، الشاهنية تحافظ على المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الناموس، كيلو التحديات، شعار هجن الرياسة مع المركز الثاني. الضبية تنطلق الآن من هجن الرياسة، المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، هل يفعلها للمرة السابعة على التوالي أم هنالك رأي آخر للظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم مروة مع المركز الثالث. المركز الرابع منحاف من هجن الرياسة المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، الشعار العيناوي والشعار الأحمر قادم، شعار هجن الرياسة وسرعة الهدلان 50 كيلومتر في الساعة، جولة الأوامر 500 متر. الله الله الله، التحدي هنا، القمة هنا، الصراع، النزاع مع الشاهنية والضبية، الضبية والشاهنية أسماء عملاقة، شعارات عملاقة لها ثقلها ووزنها، ولكن الشاهنية الأقرب إلى الناموس. الضبية تحاول، الضبية قادمة مع المركز الثاني من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، ولكن مروة مشاهدينا ومتابعينا الكرام أمن الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي. تهانينا والناموس للشعار العيناوي ولمالك الشاهنية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والمضمر محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الثاني وصلت الضبية من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث من حاف المركز الثالث مروة من هجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، ورابعا من حاف من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي، وخامس المراكز سمحة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان المزروعي. إذا تهانينا والناموس مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمالك الشاهنية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وللزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي. هنا لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار. هنا قطعت مسافة 8 كيلومترات الشاهنية في توقيت زمني مقدار 12 دقيقة 46 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني مع
17 دقيقة 47 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، وصلت توقيت الزمن 12 دقيقة 51 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. مروة من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي.